تحضيرات اللي عندنا احنا على كل حال ان من الزمن كاملين قاعد السياحة متوقفة حكما وخارج منها لا النشاط السياسي فترة الحملات، وعلى هيك الأساس اللي نعود ذيك الحملات ما تتبعي نجهز أمورنا كاملة، مثلا السيارات اللي منها محتاج لتغيير الإطارات ولا تغيير قطع غيار فيهم ولا شيء، يجهزوا على بيل الحملة عملها صعيب عمل متواصل مدة الحملة كاملة 24 ساعة ل 24 ساعة، وتقيس مناطق اللي صعبة معناها أن نجهزوا لهم السيارات يقعدوا جاهزين ذاك نوع من العمل الشاق، ونجهزوا أيضا طواقم اللي يمشوا فيهم كي السائقين كي المساعدين اللي عاد فيهم وحدات تحتاج مساعدين، وتو مستعدين مستعدين على كل حال الحمل ننتظروها به اللي هي الثلاث عند رجع من العمل. بالنسبة للأسعار قبل الحمل والأسعار في أثناء الحمل مهمسيا به اللي قاعدة معروفة قاعدة العرض والطلب، معناها لان فعلا زاد الطلب حتى باضعاف مضاعفه، واللي في السوق ما هو كافي الزبناء، ولكن احنا ما هم الوحيدين اللي في السوق، وهم اهل البرص وهم الخصوصيين، وهذا كامل فتره الحمله يدخل المجال يدخل السوق، وكل اللي يدور هو زاد ياجر سياراته، البرص كانوا عارضين والبيع يجرون فتره الحمله، والخصوصيين من عنده سياره ما هو معملها في إطار مهامه الشخصية والله في ميدان دعم حد من المترشحين يدخل بها السوق أيضا، وعلى الأساس يخلق قدر من المضاربات ما هو قاع احنا هو المتحكمين فيه به اللي فما أطراف أخرى تدخل علينا المجال. وبالنسبة لنا احنا فعلا فم الأسعار تطير طبيعة الأسعار، وكل ما تقدمت الحملة والله كل ما كانت تشد منافسة كل ما زادت أسعار السيارات. وأنا بعد أتوقع أن هاي الحملة دورت عبد الله من سخن الحملات به اللي فيها اطراف متنافسه وفيها السلطه حسب اللي عالنا انها حياديه، معناها على ان يكون متنافسين كلهم اللي عنده طموح وعنده طمع وعنده امل على انه يحقق النجاح، واللي اذا ما ولا يبخل شيء ما بذلوا ياك يوصل ذاك اللي يدور.